بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعي قناة الاقتصاد والفلاح، مع عرض جديد لمحبي سلالات الماعز البور مع عم سامح. هيفرجنا النهاردة ان شاء الله. نعم، مع مزرعة شيخ العرب. مزرعة شيخ العرب، ماشي حاج. عرفنا نفسك عم سامح بعد اذنك، وقول لنا المعروض النهاردة للبيع ان شاء الله. مركز البحوث معاها نسيتين، بور بيور الاب مستورد والام وارد مركز البحوث. تمام يا حاج. نسيتين اهم. ده الولاد اعمارهم قد ايه؟ دولت اعمارهم يعني اقل من 45. اللي هي النتايه دي؟ النتايه دي. والثانيه فين؟ والثانيه دي النتايه الثانيه؟ ايوه، اربع حلمات. تمام. الحمد لله يعني حاجه من الفواخر. يبقى دي كده ولادها الشعرايه. ما هي ولادها اهي ما شاء الله. الانتاج اللي دخلت دي والانتاج عمر جوز النتاج 45 يوم. ما شاء الله برضو تحويلهم كويس يعني. لا تحويلهم حلو، انت ما شاء الله بتوكل يعني. وديت عشان الانتاج الصغيره ديت اللي هي اقل من اختها. بترضع من اي حاجه. ما هو باين عليك انت عايز ترضع من عنزه دي. هي كلام. اي حاجه بترضع منها. تمام يا حاج. التانية اختها بترضع من دي بس. تمام. عشان فيها عيب برضه للامانه. فيها بس مشلول. اللي هي العنزه اللي معاك. الام الكبيره. دي تمام. الام فيها بس. لما تورينا البز بتاعها يا حاج، ورينا الدرع كده. فيها درع مشلول. ورينا الدرع كده بعد اذنك. فيها درع واحد والتاني مشلول. يعني الدرع ده فيه التاني شغال. التاني شغال. طب ما جرب. واربع حلمات هي. جربوا لنا كده يا عم سامح بعد اذنك. ماشي. جربوا لنا الدرع كده. ما شاء الله. تمام. ده كده برضه يا جماعه الامانه عشان اللي بيشتري يبقى عارف في درع فيها مشلول، والدرع الثاني شو زي ما شفنا كده الدرع الثاني شغال. ده للامانه. بس اولادها الاثنين زي ما انت شفتها برضه في الفيديو، اولادها بيشربوا منها الاثنين. تمام. اولادها برضه ما شاء الله ده حلو كويس. انا معودها ان هي تشرب من اي حاجه. تمام يا حاج. وقفت لها اي بهيمه هتشرب منها. تمام. مش هتعذب اللي بياخدها يعني. والام الدرع اللي فيها يسقي الاثنين مرتاح. يعني ما ياثرش على التحويل بتاع بتاع ولادها. ما هو قدام سيادتك اهو. بالظبط، ولادها برضه كويسين. قدامك احنا مش مغمين حد ولا بنخبي حاجه على حد. تمام، النتايه دي بقى سنه ايه؟ النتايه دي قافله. تمام. قافله. قافله جديد ولا قديم ولا ايه؟ قافله جديده اهي، الخنصرين يا دوبك لسه ما سووش. تمام. يعني هي قافله جديد لسه الخنصرين بتاعتها ما سووش السن بتاعها. تمام يا حاج. النتايه دي جايه منين يا حاج؟ النتايه دي جايه من مركز البحوث. تمام. وكان الضرين بتاعتها حاجه بسم الله ما شاء الله. تمام. واتنظروا يعني حد شافهم واتنظروا وشلت بس. يلا يا حاج ربنا يخلف عليك ويبارك لك فيها. لو البزتين شغالين ترضع من بزه وبزه تحلبها تشربها. هي ما شاء الله شغاله اهي، وبنتها بتشرب منها اهي عشان برضو الناس تتفرج. تتفرج اهي. بنتها بتشرب منها اهي والدرع شغال. من الامهات الحنينه جدا على عيالها. ما باين عليها ما شاء الله. ولو حد جه جنب عيالها تاكله باسنانها. دي كان معاها ذكر يا حاج ولا واقفه كده لوحديها؟ لا يا باشا هي كان معاها ذكر هنا. يعني ممكن تكون عشر. ممكن تكون عشر وممكن تكون فاضيه، احنا بنبيع على فاضي. تمام. انت ورزقك. تمام تمام. يعني انا عملت سنار ممكن ان شاء الله تطلع عذر، لان هي كان وراهم ذكر الله اكبر عليه. تمام يا حاج ربنا يبارك فيك. كان وراهم 160 كيلو. ما شاء الله. طيب. دي ان شاء الله يا حاج طالب فيها كام باذن الله، وهنراعي برضو موضوع الضرع. الانتاج ديت لو الضرع بتاعها سليم يا استاذ احمد ومن غير عيالها تسوى لها 35 30. تمام. طيب طبعا احنا عشان ضرها مشلول بعيالها احنا مسمحين فيها ب 20,000. تمام. هي الاب اللي كان معشرها ابو النتايات دي برضه. ابو النتايات ديت بور ورد الخارج مستورد. تمام. بره مش محلي. تمام. الام مركز البحوث، وابو العيال ديت ورد بره. تمام. مستورد مش مصري. يعني الراجل اللي انت شاري منه كان معشرها من ذكر بور مستورد. وبعد كده الانتاج باين عليه حضرتك. تمام. اللي يتفرج برضه يشوف على اللي قدامه كده على الطبيعه. هي ما شاء الله بتشرب اهي. ديت اللي هي الصغير. تمام. دي الصغير. الكبيره اهي. هتلاقيها تحت الطاوله اللي هي دي. الله اكبر على اربع حلمات
اوريجينال. هنشيكها لك دلوقتي؟ ما شاء الله تحويلهم كويس وحجمهم كويس. حاجة جميلة وعمر 45 يوم، الوش، الارم، الشعراية، بسم الله ما شاء الله، اربع حلمات قدامك اهو، دي برضه تصور لهم. تمام. زيها زي هم اربع حلمات برضه. وهي كمان التحويل، يعني الحلمات دي برضه بيميز البور، لكن اهم حاجه برضه التحويل، تحويلهم ما شاء الله كويس. طبعا. وادي بص يا باشا، وادي الانتاج الثاني اهي، اربع حلمات برضه. ما شاء الله. طيب يا عم سامي، دي حاجه الله اكبر عليها دي، ان شاء الله طالب فيها كام باذن الله؟ ان شاء الله للي عايز ياكل عيش والله يبارك له ويدعي لنا بالبركه برضه، يقول الراجل دي ده ما غشناش 20,000 جنيه عشان خاطر الضر اللي فيها بايظ. للنتايه ولا لولادها؟ الانتايه وولادها. تمام، يبقى النتايه وولادها عاملين 20,000 ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يبارك للجميع ان شاء الله واللي يكون في نصيب. طب ما ممكن بقى تقول رقمك يا عم سامح؟ 010 100. تمام. 987. تمام. 65. 13. تمام، اتفرجنا بقى على ايه تاني ان شاء الله. وخد برضه الرقم الثاني، قول يا حاج. 010. تمام. 2000. تمام. 7361. تمام ماشي، واحنا برضه الرقم ان شاء الله نكتبه على الشاشه. ماشي. العرض اللي احنا اتفرجنا عليه بقى كده كان العرض الاول، النتايه يا ولاده، ده العرض الثاني ان شاء الله. العرض الثاني هصور وابن هيرضى عننا ما شاء الله. دي يا حاج، النتايه دي بور كالهاري بيور. تمام. ام الانتاج كبيره. تمام. وابوها مستوردين. تمام. يعني الاب والام بتاع الام ديت مستوردين. امه. تمام. الذكر اللي رمي عليها بور مستورد. تمام. اللي هو خلفه اهو وراها الذكر ده. ذكر بور بيور والعمر شهرين. واحنا برضه في نقطه برضه عشان الناس تبقى عارفه، احنا بنوضح الكلام اللي انت بتقوله ده من على ذمه الناس اللي انت شاري منها، والخلف بتاع الحاجه قدام الناس برضه يحكم على الخلف ولادها. برضه مظبوط كلام حضرتك. صح كده؟ برضه كلام حضرتك مظبوط. لان انت برضه لما تجيب من واحد انت بتاخد على امانته، بس برضه اللي بيشتري له اللي قدامه. هو يا باشا بص، الانتاج بيبين اذا كان الكلام مظبوط ولا لا. تمام. يعني مثلا انا بقول لك دي كانت ب 10 واخدها 10. تمام. ب 10 من بور مستورد، ما تمام. شفتش لسه والدتها. تمام. انما لما اشوف والدتها زي كده بسم الله ما شاء الله، هي ما شاء الله الظهر فيه حجم برضه، اتفرج عليه. لسه ما تمش عنده، قول ما كملش شهرين. دي ابنها ده عمره قد ايه؟ ده ما كملش شهرين. يعني عنده 55 يوم. عنده 55 يوم، 50 يوم. ما شاء الله. ده ابنها اهو، خاصيتين في كيس واحد واربع حلمات برضه. تمام. ده ابنها. ربنا يبارك. والام اهي. تمام. وحاجه بسم الله ما شاء الله عافيه، وادي الابن اهو بيشرب من امه اهو. يا الام دي عمرها قد ايه يا حاج؟ الام دي كسره اربعه، هشوفها بس دلوقتي برضو عشان ااكد، لان في واحده اصغر من واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا، دي كسره اثنين. دي كسره جوزها اهي. قدام حضرتك اهي. يعتبر اول ولده ليها. اول، ما هي دي اول ولده. ايوه، دي اول ولده ليها. اول ولده ليها كسره جوزها. نتايه كالهاري وراها بكاش. نتايه كالهاري بيور، ام النتايه وابوها بور مستورد. تمام. على كلام اللي انا شاريه منه. تمام مظبوط كده. والشكل والمنظر والهيئه والشعرايه بتقول كده. ما شاء الله الحجم باين عليها اساسا، والدرع ده شغال ما فيهوش اي مشاكل. لا الاثنين يا باشا شغالين اهو. بص. تمام. اهو ادي ضر اهو. ماشي. تمام ما شاء الله. وادي الضر التاني اهو اهو. بص. ايوه طب. ما شاء الله. ماشي. وادي الضر التالت برضه اهو بتاعها ده شغال برضه. دي بتلاتة؟ ايوه هو كده، هي المفروض اربع حلمات. بس طبعا فيها واحد ظاهر واحد لا. تمام. يعني التالت ده كده بعد اذن حضرتك. اتفضل. هتلاقيه شغال اهو. ما شاء الله. هتعضني؟ عض. عايز يرضع. سليمة سليمة. طبعا احنا ماسكين رجلها كده عشان هي بترضع ولادها براحتها. تمام. فلما وقفها وتيجي ترضع وبتزيحه. ماشي يا عم سامح، دي مطلوب فيها كام ان شاء الله؟ واحنا يا جماعه النهارده بنقول الاسعار على العلن علشان اللي عارف وكل الناس تبقى شايفه كل حاجه على الطبيعه قدامه ايه. ديت الكلام النهائي فيها بدون فصال. تمام. هي وابنها 12,000 جنيه. النتاج كالهاري وابنها 12,000 جنيه. 12,000 جنيه.
ربنا يبارك لك يا حاج ويبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب هتورينا تاني ان شاء الله. فيما العرض الثالث اللي هي البور الكالهاري معاها ذكر كالهاري الله اكبر عليه. تمام. حاجه من المواصفات اللي نازله في كتاب البور. ما شاء الله. طب ما شاء الله مدلع المعيز وعامل له معلفات معلقه ومظبط الشغل عندك. الدنيا كلها رايقه حتى العلب بتاعه بص كده هتلاقي كل اللي بيقعدوا البيوت هو العلب. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده العلب اهو. ده يا جماعه التركيبه. تركيبه انا بعملها لهم. مسامح بيوكل منها. مخصوص. هتلاقي فيها كل اللي بيحتاجوا البهيم. دي مكونه من ايه بقى؟ مكونه من ذره صيفي، ذره صفراء، ذره بيضاء، مستخلص، قشر فول صويا، نخاله. ده مدلعهم على الاخر. اعوذ بالله من الشر الرجيم. فول صويا، املاح معدنيه، الف دال ثلاثه، جه سيلينيوم رافع للمناعه. وجايب لهم كمان دريس. وكل ودريس وخضره الصبح. الله وكل حاجة. اللي عايزينه. ربنا يبارك لان انا بعمل لنفسي قبل ما بعمل للزبون. ربنا يبارك لك يا باشا. وده النعم بتاعه هتلاقي الفول الصويا مع الاملاح المعدنيه مع ده مع ده مع ده كله. اما نخلص بعد اذنك العلافات دي فكرتها عجباني. اتعرف الناس معموله ازاي لو سمحت. ده انا عينيا ليك. ربنا يبارك فيك. تعبان نكمل. دي اختصاص كده دي افكار كده بتيجي للواحد لان انا كان عندي مزرعه فراخ فاخدت الفكره من مزرعه الفراخ برضه. ما هو الهاوي يتوقع يعمل اي حاجه. فالحمد لله يعني. العرض الثالث بقى يا حاج. العرض الثالث يا باشا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعه العلافات دي برضو ان شاء الله يشرح لنا العلافات دي نظامها ايه؟ شكلها ما شاء الله حلو. العلافات دي الميزه بتاعتها انها ما تهطرش الاكل. خليها اما نخلص. ما فيش مشكله. خليها اما نخلص. شوف بقى العرض الثالث ده. ده العرض الثالث. معزه بور كالهاري بيور. ما شاء الله وشها بص التكشكشه برضو بتاع الرقبه والوش. كل حاجه. والصدر العريض. كل اللي انت اللي حضرتك وظهره ما شاء الله. وابنه اهوت ابنه ذكر كالهاري نمره واحد. تمام. قصتين في كيس واحد. تمام. اربع حلمات تحويل فوق الممتاز عمره 45 يوم ما شاء الله. الذكر عمره الام كسره اربعه. كسره اربعه وكسره اربعه جديد يعني لسه يا دوبك اهو. بص لا دي كسره اتنين برضه يا خال مش كسره اربعه. بص تمام. صور كسره اتنين. تمام كسرة اتنين. الأم كسرة اتنين احنا آسفين على الغلط. كسرة اتنين. بس أنا عشان ما ببصش. تفرق كتير اتنين زي أربعة احنا شفناه برضه على الطبيعة. لسه حاجات صغيرة. لسه صغيرين. أول تمام. ولدة. ربنا يبارك والذكر ما شاء الله ابنها كويس أوي. وابنها الله أكبر أهوت قدامكم بيرضع منها. وهوريك برضه إيه. ترينا ابنها كده حق؟ ابنها أهوت. ابنها ما شاء الله تحويله حلو أوي. ابنها بسم الله ما شاء الله. خاصيتين في كيس واحد أهو. قصتين في كيس واحد. تمام. اربع حلمات اهم. تمام. والتحويل. والتحويل الله اكبر اهو. وامه ما شاء الله حلوه اساسا. امه حلوه. عمره 45 يوم. تمام. ده مع بركه ربنا لما يتم ست شهور هيخش في 90 كيلو. دي ما شاء الله حاجه كويسه. دي مطلوب فيها كمان مسامح. انت اتكلم فيها في 15 قط. يعني زي ما تتكلم يا استاذ احمد انا مش عارف اقول لك. لا شوف بس انت عايز تعرضها بكام؟ عشان زي احنا بنقول كل حاجه مصداقيه وقدام الناس. كلام نهائي وخلصان ما فيهوش كلام. تمام. ب 12000 جنيه ما فيهاش فصال. يبقى النتايه الكالهاري وابنه كالهاري ما شاء الله تحويل كويس دي عامله 12000 جنيه كده احنا قلنا ثلاث عروض. معاك حاجه ثانيه النهارده عم سامح هتقدمها للناس؟ بص يا باشا في معزه لو عند اي حد من المربيين هيقول دي قبرص. تمام. احنا ما بنغشش حد. يعني مش بور. دي خليط قبرص. خليط قبرص. بس طيب. حاجه من الفواخر. بالنسبه للبور في حاجه تانية كده في البور؟ لا البور كده خلاص. طيب تحب تقول اي حاجه للمشاهدين ومتابعين قناه الاقتصاد والفلاح؟ اتمنى اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا. ما قلناش للناس العنوان فين يا حاج؟ العنوان يا باشا الفيوم منشيت عبد الله بجوار مركز شباب منشيت عبد الله. ماشي يا عم سامح ربنا يبارك لك. قول بعد اذنك الرقم التليفون مره ثانيه. 010 تمام 2000 تمام 73 تمام 61 تمام و 0100 تمام 9876513. ماشي يا حاج ربنا يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان ما نطولش على الناس دي كده ثلاث عروض مع بعض.